أنا بيلا هلال. هي مذيعة وعارضة أزياء لبنانية من مواليد 86. كانت مذيعة في برنامج حلوة ومرة، وشاركت في تقديم برنامج ميشن فاشن، ومن ثم ظهرت كمقدمة برنامج أرب آيدل محبوب العرب. وقد شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2005، وكانت الوصيفة، وملكة جمال الكون عام 2006، وحلت ضمن أول 10 متسابقات.